احنا الايام التقصي هذوما مفتوحه تولينا نخدم عليهم باكثر من 15 يوم ثلاثه جمعات التالي. ما فماش علاقه مباشره، لكن من جمله الحاجات اللي قاعدين نعملوا فيها على المستوى الجهوي باش نكسروا حلقات العدوى وباش نجموا نسيطروا على انتشار الوباء هما حملات التقصي هذوما اللي هي تكون منظمه كما قاعدين نشوفوا. فما فرق صحيه، فما جمعيات اللي هي تنظم صفوف باش ما تبدا الامور واضحه. الهدف نتاعهم هذوما هو اكتشاف الحالات اللي هي تكون ما عندهاش علامات مرضيه كبيره ياسر، وتخفيف الضغط على المواطن انه نقربوا له باش نعملوا له التقصي هذا، وخصوصا لا قدر الله وقت اللي يكون ايجابي الحاله نتاعو باش ياخذ احتياطاته اكثر باش ما يعديش العائلات نتاعو، خصوصا انه اللي لاحظنا عدد الاصابات اللي قاعدين يصيروا تو هما تسمى كونتامناسيون انترا فاميليال، معناتها اصابات في وسط العائله، معناتها واحد يخرج ما يحترمش البروتوكولات، ما يحترمش الاجراءات ويحمل الفيروس ويهزوا لداره. دونك بالعمليه التقصي هذه على الاقل العباد تعرف روحها باللي هي بوزيتيف، تزيد تحترم اكثر البروتوكولات الصحيه. احنا لي زيكيب فما دو زيكيب دي بريليفير، فما ايكيب دي تري، فما دو زيكيب نتاع البي سي ار، خاطر لازم تعرف باللي خلاف التحاليل السريعه في بعض الحالات تستوجب انه يكملوا بي سي ار. دونك لي زيكيب موجودين حسب ما يصير مع به الوقت، مش نقعدوا لاخر وقت نحاولوا انه نلبيو اكثر من نجموا من العباد اللي طالبين الخدمه هذه. انا حبيت انه ما يجيوش هكا، معناتها خاطر تو اللي قاعدين نشوف فيه فما ياسر عباد جايين، مالغري انه تو في اللحظه هذه عندنا تو زوز سما دو بورت، فما تريكوفيد تعرف اللي هو يخدم 24 ساعه على 24 ساعه، فما البورت هذايا بخلاف اللي موجودين في الدوائر. الدوائر الصحيه كلها راهي مفتوحه سيرتو اقسام استعجالي انها باش تعمل التحاليل السريعه. ان شاء الله انا العباد اللي جايين اللي هما شاكين في رواحهم باللي هما عندهم علامات مرضيه اللي هما جايين ويعطيوا الاولويه لغيرهم، يعطيوا الاولويه للعباد اللي يلزمها تعمل تحليله اللي هي فما ريسك تكون اكثر. الهدف نتاع الحجر الشامل والحجر الصحي الهدف نتاعه هو تطبيق البروتوكولات. اش معناتها؟ معناتها احنا في وسط المؤسسات يلزمنا نحترم البروتوكولات الصحيه اللي هي معروفه للعباد الكل ومطلوبه على مستوى فردي، تطبيق قواعد حفظ الصحه اللي هو التباعد، حمل الكمامه، غسل الايدي. علاش ما نعملوهوش وحدنا؟ علاش ما نعملوهوش احنا هذايا؟